رغم المعاناة والألم والضغوط الشديدة اللي عشتها طول حياتي، ما رحمتنيش الدنيا وقسيت عليا قوي لدرجة إن تكون نهايتي بالشكل البشع ده. كنت بتمنى أعيش حياة بسيطة زي كل الناس، لكن اتسلط عليا ناس دمروا حياتي وأذوني لدرجة أصابتني بالاكتئاب والمرض. لا، وكمان اتهموني بعد موتي إني انتحرت. حسبي الله ونعم الوكيل، ربنا هو اللي هياخد لي حقي ويقتص لي من الظلمة. أنا السندريلا سعاد حسني، جيت علشان أعرفكم الحقيقة كاملة النهاردة. قبل ما أدخل في تفاصيل رحيلي هفضفض معاكم شوية وأحكي لكم عن جزء صغير من الظروف الصعبة اللي مريت بيها. لما كنت بصور مسلسل هو وهي، بدأت أحس بألم شديد في ظهري، ولما كشفت عرفت إني مصابة بتآكل في فقرتين من العمود الفقري. بعد كده اشتد التعب عليا وأنا بصور فيلم الدرجة الثالثة سنة 1987، وعرفت إني اتصبت بضغط في الأوعية الدموية وتمزق في الشرايين. ورغم الوجع اللي كنت فيه شاركت في آخر فيلم ليا الراعي والنساء سنة 1991، وده كان سبب تفاقم وسوء حالتي الصحية. سافرت لرحلة علاج في فرنسا وعملت عملية في العمود الفقري، ونجحت العملية ورجعت فرحانة على القاهرة، وفجأة وبدون مقدمات زاد عليا الألم أكتر من الأول، واتصبت في شلل في وجهي أدى لالتهاب العصب السابع. اضطريت وقتها اني اتعالج بالكورتيزون، وهو اللي سبب زيادة في وزني زي ما كنتوا بتشوفوا صوري قبل ما اموت. وفي وسط كل المعاناة دي امي ماتت، تخيلوا حجم الالم، وده زود حالتي الصحية سوء. قررت بعدها اوقف العلاج بالكورتيزون، واتصبت وقتها بنكسة عودة المرض. بعد كده اضطريت للسفر الى لندن على حسابي الخاص علشان اتعالج، وكان كل أملي إن أرجع بلدي مصر وأنا في أحسن حال، لكن انتهى بي الحال إن أموت غريبة بعيدة عن بلدي، واتكتب علي أرجع بلدي وأنا مقتولة. في 21 يونيو عام 2001 اتفاجأت الناس والوسط الفني من خبر وفاتي، بعد ما ذكروا في التفاصيل إني رميت نفسي من بلكونة في الدور السادس في مبنى ستورت تاور اللي كنت عايشة فيه. وقتها الشرطة البريطانية شكت في الموضوع وقالوا إن الحادثة قتل وليس انتحار زي ما كانت ناس كتير بتروج الإشاعات. كان في شكوك كتير من جانب أسرتي إن جهة أمنية هي اللي ورا قتلي، وبعد مرور وقت على الحادثة تم إعادة فتح التحقيقات فيها. واتهمت وقتها المنتجة اعتماد خورشيد وزير الإعلام السابق صفوت الشريف، هو من قتل سعاد حسني زي ما قتل قبلها عمر خورشيد. وأكدت وقتها اعتماد خورشيد إن صفوة الشريف أكبر مجرمين لقتلي ورمي من بلكونة شقتي، ويرجع السبب لقتلي من صفوة الشريف بعد ما خدت قرار بكتابة مذكراتي وبيعها علشان كنت محتاجة فلوس كتير للعلاج، بعد ما كنت بطلب من صفوة الشريف أكتر من مرة إنه يبعتلي فلوس حتى ما كانش بيرضى يرد على مكالماتي أبدا، وهو ده اللي خلاني أكتب مذكراتي وأبيعها. وطبعا لما عرف صفوة الشريف الكلام ده ما عجبوش، علشان المذكرات دي هتطول ناس كبيرة في البلد. عرف صفوة الشريف وقتها اني بدأت فعلا في تنفيذ قراري بعدما اجتمعت مع عبد اللطيف المنيوي عشان يكتب لي المذكرات بشكل كويس. وبعد ما سجلت مذكراتي على شرايط بعد ما كتبها لي عبد اللطيف المنيوي، كنت المفروض في اليوم ده رايحة المطار علشان انزل القاهرة معايا شرايط مذكراتي، وكنت وقتها منتظرة حد من قرايبي عشان يوصلني للمطار. ولما وصل لقى البوليس عند بيتي، ولما حب يستفسر من الناس اللي موجودين قالوا له سمعنا صوت استغاثة من شقتي. بعد كده لقى جثتي على الأرض بعد ما رموني من الدور السادس.